وينضم إلينا من لوساكا عاصمة زامبيا علاء رشوان مراسل التلفزيون المصرية. علاء، انقل لنا الأجواء لديك قبيل انطلاق الجلسة الختامية لأعمال الكوميسا. نعم، في هذه الأثناء تجرى وقائع جلسة مغلقة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء ورؤساء حكومات دول الأعضاء في الكوميسا للنظر في تقرير يرفعه رئيس مجلس وزراء الكوميسا حول حالة سداد الدول الأعضاء للميزانية الخاصة بالكوميسا، والنظر أيضا في عدد من عقود التعيينات والتجديد في عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية العليا داخل منظمة الكوميسا بأجهزتها ومكاتبها الفنية المتخصصة. عقب هذه الجلسة الختامية سوف يستعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الجلسة الختامية التي سوف تتوج ببيان ختامي سوف يتلوه رئيس الدورة الحالية الدورة 22 الرئيس الزامبي. يتلو هذا البيان الذي يحمل توصيات هذه الدورة ويحمل أيضا عدد من الآليات التنفيذية لهذه المقررات وهذه التوصيات. بين الجلستين المغلقة والختامية يواصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه الدبلوماسي والسياسي المكثف بعقد عدد آخر من اللقاءات الثنائية التي سوف تجمعه بعدد من رؤساء الدول ورؤساء الوفود المشاركة في هذه الفعالية وهذه القمة والدورة الهامة من دورات انعقاد الكوميسا. كما تابعنا إيمان، إذا أسعفنا الوقت، الإشارة في عجالة إلى الكلمة الهامة التي ألقاها السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية والتي استعرضت جهود الرئاسة المصرية طوال العامين السابقين لدول الكوميسا ودول تجمع الكوميسا. استعرض السيد الرئيس جهود الرئاسة المصرية سواء على الجانب الاقتصادي بالإشارة إلى عدد كبير من المبادرات ربما أبرزها الربط الملاحي بين البحر المتوسط وفيكتوريا لربط القارة شمالا وجنوبا لتسهيل حركة سير وعبور الأفراد والبضائع من وإلى دول المجموعة، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من المبادرات الصحية التي تتعلق بإنشاء لجنة داخل السكرتارية الفنية للكوميسا، لجنة تعنى بالشؤون الصحية وتصنيع الدواء، بالإضافة إلى أيضا مبادرة التكامل الصناعي وإشراك وتعزيز دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة طبقا لأهداف التنمية في القارة السمراء حتى عام 2063. وبالنظر أيضا إلى ما أشار إليه السيد الرئيس فيما يتعلق بجهود الرئاسة المصرية على المستوى السياسي، كانت هناك ولا تزال جهود لحل عدد من الأزمات. أشار السيد الرئيس إلى الأزمة السودانية وأشار أيضا إلى الجهود المصرية المبذولة سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الإنساني والإغاثي. هذه الكلمة تحمل كما أشار إلينا عدد من المسؤولين والمشاركين في هذه الاجتماعات، تحمل خريطة طريق للعمل الإفريقي المشترك في المرحلة المقبلة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي. نعم إيمان. نعم، أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من العاصمة الزامبية لوساكا علاء رشوان مراسل التلفزيون المصرية.